رغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تحكمت في أداء الأسواق والبورصات الدولية، حملت الشهور الأخيرة من العام الجاري أنباء سعيدة لمستثمري بورصة مصر مع تزايد جهود الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والتي أدت لتعافي كبير للمؤشرات أنهت معاناة استمرت طوال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022. مكاسب كبيرة اقتربت من 200 مليار جنيه حققتها البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد أن استردت عافيتها، ليلامس رأس المال السوقي للبورصة في منتصف ديسمبر مستوى التريليون جنيه لأول مرة منذ عام 2018. ورغم أن مؤشر البورصة الرئيسي بدأ عام 2022 قرب مستوى 12,000 نقطة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند 2,300 نقطة، إلا أن استمرار تأثر أعمال الشركات بجائحة كورونا ثم اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية والتذبذبات التي شهدتها البورصات العالمية كان لها تأثيرها على البورصة المصرية التي شهدت تراجعاً مثل باقي الأسواق العالمية، حيث هبط مؤشرها الرئيسي إلى مستوى 8,600 نقطة تقريبا. لكن البورصة المصرية سرعان ما استطاعت تجاوز مرحلة التراجع بفضل نجاح الاقتصاد المصري في التغلب على التأثيرات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطط جديدة لتطوير سوق المال وتنشيط البورصة لتتحول دفتها للتعافي القوي ولتربح أكثر من 380 مليار جنيه ويقترب رأس مالها السوقي من تريليون جنيه. وشهدت البورصة المصرية في الثلث الأخير معدلات سيولة ضخمة وأحجام تداول يومية تاريخية بفضل المرونة التي أظهرها البنك المركزي في التعامل مع سوق الصرف والتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لتتخطى التداولات اليومية حاجز ملياري جنيه، وينطلق مؤشرها نحو مستوى 15,000 نقطة. ويزيد تصحيح الأوضاع الذي شهدته البورصة المصرية في الثلث الأخير من عام 2022 التوقعات بقدرة السوق خلال العام الجديد 2023 على تحطيم كافة أرقامها القياسية السابقة. يدعم ذلك العديد من التطورات الإيجابية، منها الخطوات الجادة من الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وتعافي السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس والصادرات وتلاشي أزمة النقد الأجنبي، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد النصف الأول من عام 2023 تضاعف أعداد وقيم صفقات الاستحواذ، كما يتوقعون أن ينعكس تحسن المشهد الاقتصادي إيجابيا على أداء الشركات بنهاية عام 2023 مع ارتفاع معدلات التشغيل واستقرار سوق الصرف وعودة الصناديق الأمريكية والأوروبية إلى السوق المصرية بقيم كبيرة خاصة في الأسهم القيادية.